بس يلا يا الربع يلا عندنا موضوع سوالف. وش سوالف؟ ارحب يا ابو سمعت عن الاب ما قاعد ارحب دقيقه سوالف بشكل عام مواقف. هذا موقف صار لي مجمع بالحفر. ولد عمي بيسافر لاذربيجان قلت بروح معك نشتري حلو. لا قبل برمضان دخلنا برمضان نضيع وقت معي سياب نضيع وقت برمضان نمشي حد يبي اشعاذ. اي هلا اي والله هات هاتك يا رجال. بالله ثامر اعطني هذا سبح ذا سم ايش رحنا برمضان نضيع وقت. قال هذيك البنت ثامر معي هذيك البنت عينها اليمين متر روحها مغطي تخشعر جسمي وامشي في مجمع لفه ثانيه الا اشوف البنت معين بين نص خوياتي يشيل ما في مش سنه معه ما فيك بس مش سنه حطيت ايدينا طلعنا من المجمع وانا جسمي كله قشعريره. بعد اسبوعين بعد العيد وهذا لا بنفس رمضان الا والله برمضان العشر الاواخر ولد عمي بيشتري اغراضه بيسافر اذربيجان. انت ماشي انت تسوق يوم اشوف هذيك البنت عيون جبا بلمح طلعت موظفه قلت شو السالفه؟ قلت قشعر جسمي اكثر. يوم بنطلع اللي اشوف البنت ام عيون اللي حاطه لزقه عينها الظهر مجروحه ومطعونه واقفه عند كشك خوياته كذا تنظف عبات وهي حاطه يدين على الكشك تكلم خوياته. اول ما جيت وراهي على يميني رجلي صارت بنص يعني وراها بالضبط وتطيح علي انغم عليها زم. لو ما طاحت على رجلي يمكن راسها مخ منفجر من الارض. ليه طايحه من دور ثاني وليش؟ لا لا يعني طايحه قويه طاحت علي انا قمت اتعور من الطيحه. وجهي ما ادري شو اسوي بسحب ما ادري يعني تقشعر جسمي اكثر يجي الخبيات الثلاثه بسحبنها لين دخلنا المحل. قلت شو السالفه؟ قلت لا هذه كل يوم كذا. قلت بس اجل يمكن يعرف من طريقته واطلع. في حارس امن خويي من اهل الاسكان قريب لنا المجمع هذا. قلت يا اخي صار لي موقف كذا كذا. قال انا محل ثاني قلت ايه. قال بس هذا معروفه فيها خوينا كل فتره هو مدري يسطحها وينطف. قلت وانا من اول ما جيت قبل لا اجي الموقف هذا باسبوع تقشعر جسمي واليوم تقشعر جسمي ليه؟ شوف الصدفه شوف الصدفه يعني جيت مرتين ويعني امر نفس المكان يتقشعر جسمي شعر جسمي يوقف لين طاح عاد دايم احساس ايش لهيب يصير جرب عادي السؤال هذا نغيرها وسؤال ثاني خاف ترى والله لا 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 هو خاف لا لا صح في يشاهدون اطفال لا نعم يعني تعرفون خوش الموضوع انا بعد ترى ما يدري المسار عن الجن عندي عندي سؤال هذا واحد من الشباب سبت ايش لهيب بعد لا يا شباب انا اتحلم في الليل لا حد يسولف اسمع كان في عقبه اشعار تعرفها تعال يا احمد كان ماسك خط كبري ايده طبعا كبري ايده عندنا ظلام كبري جسر وادي من النماص ايوه لا لا عقبه الشارع مشكلتك توصل فوق وين تنزل وانت نازل معك لا هذا حتى خوي علمنا وين يسافر قال بيروح اذربيجان. المهم جاء الرجال طلع منكم ولد عمي مو خوي راح اذربيجان يبغى السمره والعلوم ولا حياته. يا سلام عليك الرجال طال عمرك صلى خذ ذبيح من محايل وكل شيء ايوه يا درخه انت اشعار تنزل في النماص وطلعك من الغضب وصفه لك الحين عند المحطة بوصف ايوه بوصف اللي يبيع شاي. المهم طال عمركم جاء الرجال طال عمرك يوم قد طال عمرك مع عقبة اشعار ماسك قد قرب من النفق قبل النفق الاول. المهم ويجي طال عمرك جت واحدة طال عمرك تكلمك تقول وقف على جنب ونزل اللحم اللي معك. منو؟ منو نزلها؟ الاحمر انت جنيه ها تمام جنيه كلمته في العقبه نفسها ما في له ضرر بسم الله لا العقبه ذي في الدير عندها ايوه. المهم طال عمرك لان هو كان مع لحمني في السياره فقالت وقف ونزل اللي في السياره. ايش قال له هو؟ هو بسم الله على قلبه جري قال ماني منزل هذا حق اخويا. قال والله انك توقف ولا لا اقلك هي من هي جنيه جنيه تكلمه مره صوت ولا يشوف صوت كيف يشوف جلطيه دقت عليه دقت عليه اسلام جلطيه احنا نسميها جنيه. المهم جلطيه يلا جلطيه خلها يلا. المهم الجنيه ذي طال عمرك جلطيه كلمه قالت وقف وانزل قال ماني براس ماني مزلح. قال والله لو ما تنزلها اني لا اقلك معها. وش اللي معها هي؟ هو مع لحمني وهي تبغاه لحم لحمني ذبيحه مصلوخه مصلوخه.
والله طال عمرك ووقف وقد شل الصحن طال عمرك ويبغى يكت. قالت والله العظيم انك ما تاكلني مثل الكلاب، انك تخليه بصحنه. ايش قال؟ والله ما تخليه بصحنه، خلاه بصحنه. خلاه بصحنه، عرفت؟ تي معلش ايش وقف؟ لا يعني جديد السالفه. يبي له قبله. ابديت كذا، ما شفت تويتر ما ترفع ورفع كذا. حلوه، يحدث يشوف شو المعلومات الجديده. خلص. هلا في رجال انت عمرك خلاني خلصت الباقي. كمل ماشي في العيد. كمل وما اعرف يقفل، عرفت؟ في رجال انا ما اعرف اقفل. في رجال انا يعلمني، انا يعلمني انا اعلمني. عطى عبد الباقي اللي علمني. يا عبد الباقي اللي علمني. يا جدع ذبحني قوم لا بغي اشرب قهوه. مستحيل عزيز يلبس لب. يا بطل المهم صلوا عني، يقولوا لا اله الا الله. لا 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 المهم يا رجي خلاص المهم الله يبرشكم. جلسه الضحك ما في سالفه دقيقتين. المشكلة سوالف عن الجن. اسمع المفروض نحترم الجن اسمع السالفة. اسمع السالفة. يا رجال طال عمرك عندنا عقبة في الديرة ظلمة، النور ضوء ما تلقى فيه. عقبة؟ عقبة 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 اللي تلف يمين يسار الجبال تحت فوق. عقبة عقبة هلا عقبنا عقبة هذه طلعك من تامل السراسر. ما في الا نور لسيارتك. اخو صويه كم كيلو؟ والله في 5 كيلو 20 كيلو جبل بس تعب. جبل صح؟ نزول وطلوع بدون نور. عقب على نفس ما بعدين بدون نور. بدون نور. طيب ليش راقين؟ طلعهم على ديره ثانيه، تنزلهم في ديره تحت. الحب يا حسين. المهم طال عمرك يوم الرجال اضيف نجيل اضيف نجيل. يوم الرجال طال عمرك خذ حوالي 5 كيلو في العقبه. الساعه 2:30 في الليل. ها؟ لو انه يلقى رجال يشيء. والله لا بجي. كنا على كلام الرجال يقول. طيب بالناجي. لو ان الرجال يشيء. طالع فيه ما وقف. خذ 2 كيلو لو ان نفس الرجال يشر. يشر نفسه. بو محمد. والله انا على وجهك لو انه قال لي ولد هذا انا ما شفته هو. لا والله ما من بهبين. والرجال اذا التمس. لا اذا يبغى شيء لازم يشوف. ام خلى الرجال مره ثانيه، ام واجهه مره ثانيه. وهو يفشل. قال والله انا اوقف اشوف. ويوقف ويركب معي. انك كبير. كنا كنت راكب ميت تسولف الحين السياره. ويسولف ويضحك. يوم نزل في العقبة قال ها تراني أشرت لك فوق ولا وقفتني. سلمت. وسبقتك قدامك وأشرت ولا وقفتني. دمك سريع عليه تشير. وسبقتك كذا. صحيح يوم يسوق السيارات ليه ما يروح. والله العظيم. اسمع. إيه. ونزلت لك 3 مرة وبشرت لك ولا وقفتني. يقول ما أدري عن. ها الحين. يوم انتصف في الوادي اسفل عقب في وادي طويل نور لمبه ما تشوف لمبه موترك بس ويطالع فيه قال لا اذا عاد احد اشر لك هنا وقف لي ام اختفى من السياره وفي يطلع يشر لا تكلم يطقطق والله انا على ما جاك سؤال ها ليش سوالفكم كلكم تسوونني انا تسوون لانك احبك كل واحد كونهم يستنى طيب تدري العقبه دي زمان يمكن عمري 9 سنوات زمان 9 سنوات ترى قبل 8 سنوات وش يمكن عمرك زمان قبل 12 سنة كامل دائما اذا سافرنا زمان اركب احب اركب الشنطه يوم لو ان في حرمه تقطع والله انتم انا عائله كامله بس انا اللي في الشنطه هذه شنطه الصندوق ايوه شنطه لا شنطه موتر اليوكن يعني اخر اليوكن ها وطايلهم في حرمه تعرج تقطع والله نشت والله انه على ما جاك واني ما دريت انهم جن الا يوم علمني الرجال بسالفه قال ترى الوادي ذاك يجن ليش طريت علي؟ بعدين ما في بيوت يا ولد انا شد ابوي قال اكيد بتروح حسيت مغرب والله انه مغرب قلت ابوه في حرمه قطعت قال بتروح تسير ولا بتروح؟ نعم تقهوى والله لو انها تعرج الى اليوم ضاع الهرم الموقف ذا ما سيت بالله تدري ايش طريت لا اذيت تدري ايش طريت علي؟ واحد يدرس في المجمع واحد يدرس في المجمع يوم مش اخر الليل والله اني صادق والله ما صدقتك انا عندي سالفه طيب خليني اخلص سالفتي
واحد يدرس في المجمعة طالع طالع لنا من الحفر. هو يروح آخر الليل ماسكن خط والله مقلع وعلى جواله. يوم رفع عينه ولا كالادمي اللي بنص الشارع طاع هو يضربه. أطلع أطلع مضي أطلع مضي 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 بس مضي. فين في المجمعات؟ مضي روح حط فيها. هو مو بزين الطريق. لا والله ما في شيء. حلو. هو يضرب الرجال ذا ويقول ما أدري أنا ضربت رجال كلب. جعل يمرك ما تعطى. والدلال. يقول تحولت. يقول أنا أمشي وأنا صوت ولا موتر من عجين وعليه دم. يقول دريت أن الظاهر أن هذا. من قدام؟ إيه. سمعت بالساوية. يقول مت. يقول انا قدم اقدم انا من انا شو اسوي؟ انا ادق على على امن الطرق وانكب عمري تانه رجال سجنت عمري واخذ شوي قال يا ولد ابي ادق واللي فيه فيه مرحبا هو يدق على امن الطرق بالخير سلام عليك قال هلا قال انا الظاهر لا هند لا انت قال انا الظاهر اني صادم لي رجال قهو قهو نايف صدمت لواحد ما ادري هو رجال هو شنو قال وين صدمته؟ قال صدمته في المحل الفلاني قال لي هذا تجينا عليه بلاغات واجد يتخطف السيارات يبي احد يدعمه والظاهر انت انت اللي دعمته والله اي والله قال قال لي هذا ما هو بصاحي رجال ما هو بصاحي هادمي هادمي هو يجي رايها كل جيب هو يوقف عندهم قال من الطرق يا ولد قال العلم قال في خيشت من اول الرجال توطاها خيشت بيضة انا الرجال اللي يدعمه ذا بالعام لعبت فيه يوم انه مشى ورا الامور وكل حاجه ولا هل المهبول ذا قالوا عافين عنك ولأنه هو عليه من الله ظلال قليل صح ويبي ينتحل واش وسلم أبشر بديلتها كنا في البر سنة 2011 2010 شبك على طول خمطها من فمي أبغى أخذ لي دور حسين عنده سالفة حلوة يوم جاء يوم أذن المغرب افتطفى كهربة العزبة يوقف الغاز يوقف الغاز مليان شو اللي ثقيل ما يطلع منه غاز والغرف انطفه وبيت الشعر ما عاد قدرنا نسوي شيء وشوف لنا لمبات عرس تبعد اي تبعد من حول انت محوم اربع اي انا ذم سنه 2011 رجع قدني رجال قبل 11 ابو 18 ابو 18 17 قدني رجال لي اي قد يعتمد علي 17 18 كمل 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 زين زين يوم ويشوف اللمبات قال يا شباب انا ما ابي مو معي ولا مو معي انا مسير عاجي معتنا مع عيالهم يعني شله شباب اي شباب والشيبه والعجوز وكلهم موجودين جماعه قال الحين ما في دينا حيله البلاد لهم حولنا لكن بنروح لها العرس وشوف انت عايش معهم كم يبعد عنك 4 كيلو بعد مد البصر حما نشوف العرس العرس تشوف انارته تظل في السماء بس لا حتى العقد بتشوف شعاع الانار شوف زي ونركب الجيب يركبوا الشيبان في الغماره وحن في البدي ونسري على الراحه سواقه شيبه اللي انتم خابرين وكل ما قبلنا ابحت كل ما قبلنا ابحت مثل السرق ابو نويره ارحب لا يا اخوي لا ما في حرق قلت له اسلم اسلم لا ما في يا حبيبي عزيز لا انا لولا لا ما في ثلاثه ما في بلا سامي عنده لا سامي خذ يلا كم عيال انا فوق كل من الرابعه انت قبل ايه عبد الله قال ها ونسري لنا كله ابو نويره هذا منين ما قبلنا ابعد نبينا نجيهم ابو الليل ابو نويره اسميه ابو نويره اسمه ما ادري المهم الحين قعدنا في لان كله احنا شارين الى لفينا هنا دار عقل الشيبه فعود على الليل اللي احنا نعرفه ما عاد درى وين احنا فيه في ليل تخيل ليل ما تكون طافي اول الشهر اسود ليل الناس ولا بشيء ولا بحر. سياف تمشي النور قدام تمشي يعكس وفي ما في مسرعنا ذاك الليل وجينا صوب العرس وخلافنا عزبه اللي عودنا على عزبه ما عيناها وعاد احتد على العرس شتتك الين اذن الفجر يوم نراسل العمال نراسلهم جهاز لاسلكي وشوشه كنود وشوشه ايكم وكنود لا تخاف وشوشه يوم حل وقت الفجر ايش فيك في اطفليت ما خلص تنظيمكم لا ثلاث دقائق كان كان الكهرب لا شيبه هو فل الجيب سران الليل كله خصموا علي يا اداره المهم يوم اقبلنا عليهم
يوم جاء وقت الفجر في اطفال ليت وتشتغل الاجهزه العمال اذا راسهم بابا انت وين يا خلا منك ذوق فرقاك عن وياه انت واصل حو وياه من انجيلهم يا سلام فلا الماكينه شغاله وكل شيء زين عود اللي عود بنويره تدري ايش يسوي سلمنا ابشر اسمع سالفه بس هذا بنويره انا عمك يا ثامر دواك عندي اسمه بنويره صوصو تدري شلون حسين انا اتذكر سالفه يوم عزيز علمنا وسالفته انه دعم الدم مو عزيز اللي دعم زدها زدها يا مسلم انا بطلع زدها طلعنا في شعب في وادي معروف عندنا هنا جران نعم المهم ما عليك زود باسم الوادي كنا متدخلات نبي نسمع سالفه يلا خلاص انتم تسمعون السواليف ولا اي والله نسولف يعني اسمع مريض ذا اسمع العظيم ترى رجالي يقطع سالفتي ابكشه والله ما قشته ما فيك خير انا ما الرجال اللي هرجف خلاص الجميع ينصح المهم نحن سرحنا في ذا الوادي معنا طلي نبغى نذبح المهم يوم قدني في نص الوادي احن في فورد معي كان معي فورد وعيال عمي معي المهم قد حنغطينه ولازم اني اسرع مع ذا الوادي علشان لا اغرز ليه غرز في الوادي ذا فورد الصالون ولا فورد ها لا لا فورد فكتوريا ايه كم الوادي ذا الوادي طويل بس لازم اني اقعد ادعس عشان ما تغرد ايوه ليش اعترض لي ووقفت مشكله المهم وانا ادعس حقول لين ذا الظهر مثل قبل امس مثل قبل يا انا دعس من لا اسمعان الله انك نكبان اسمعان ترى ما حد مثقل عليك الا ايوه هذا ولا لو انه معي ذا في الوادي اني غرست لكن معي واحد ما هو يبعد منه ها المهم اعترضت علي على طريقي هنا ضاء بجي 20 قاطعه الوادي وش الله اذا دعمتها مصيبه وإذا وقفت ثلاث مصايب ما كان زحد خرجني كان سيارتي في الوادي لين ذا الحين قلت يا ولد أدعم لي نعجه أضحي ولا يا ولد قلت يا ولد بوقف وأطرق يا ولد عدني في نص الوادي ذا طوط والغنم ذا عندك تجري عندك أيوه المهم راحت الطراق ذا فاد فيها أنا خلتها تخرج من الوادي بس بقي وحدة أنا ما شفتها والله ما شفت زكاتها اي والله ما شفتها رجعها ابو نادي والله ما شفتها يا ولد احسب انها راحت مع اخواتها اسلم واستم انا ما بلا سمعت الدعسه انا دعست لي انا دعست لي نعجه ولا اني متاكد هي نعجه ولا هي والله راعي ايوه لا لا ما معها راعي لو معها راعي اني المهم يوم تعديت اشبع في المرايه يا ولد اللي على يميني ولين ذاك النعجه طاحت ترفس لا عز الله اني استوجعت لا انا مستحيل ازد اوقف ارجع لها بغرز لازم يمشي اواصل على الدزه ارجع واخذها بيدك لا واصلت لين خرجت من الوادي وبعدها رجعت ابو رجعت على رجلي وعين عجه يا والله اني ضقت يا والله اني ضقت بتشا اي والله يا خلاص ماتت ماتت المهم اروح ادور الراعيها ادور حصلت واحد وهلها بدو هناك وحصل رجال قلت يا ابو محمد انا رجال تعست لي نعجه وابغى رقم راعيها لا انت عارف الحلال ذاك من يبدا لي من هله قال انا اعرف راعيه وذا يا رقمه قلت يبل دقيت عليه ما رد علي دقيت ما رد وين عزبته نشت من قال ماني بداري والله ما بس اني عارف اراعي هذا المكان والبيوت وايده ولا ودي اروح له يوم ضوينا جاء العصر قد حن في حول بيوتنا فدق علي الرجال قال السلام عليكم اتمام معي قال دقي انت على الصباح قلت بله انت الرجال الفلاني قال لي بله قلت هل علم خير انا الصباح سرحت في ذا عندك الوادي انا ويا عيال عمي وراد الله ان احنا ندعم من عجتك وذا الحين ابشر بالعوض والله لا تعمدناها ولكن يدل بيتك ان عوضك بدالها بثلاث وذا الحين انا باجيك اباك تعلمني وين بيتك وباجيك قال حياك الله وجعلها تهداك والله يحييك الولدها
والله انت قلط عليك كرامه مدعوم هو اللي ذبي يذبح اي والله اقول لك العائله صلح العائله دي عجا النعجه ذي عائلتها عندهم مصيبه مدعي عليهم واتحالف انا وياها المهم انه حلف وطلق وهو احمر عين الله يبيض وجهه استاهل وين الحين تمشي وتدعم نعاج كويس انا ذي لا ترضى حد يدعمك لا والله غرس ولا ادعم لا والله بدعم اسمع اسمع انا يا طويل العمر لا دقيقه والله دقيقه والله شباب شباب هو بيشبك سالفه بسالفه لا لا اسمع لا 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 حقك حقك لا سالفه ما حل لا حد يقطع سالفتك ابى اخدمك ابى اخدمكم يا نايف نايف لا حد يقطع سالفتك انا ما شكلها ثنتين لا المهم رحت ورقدت في البيت وجاء بعد 10 ايام قمت وصار ايش بك السالفه الثانيه راح ورقد 10 ايام وقام اسلم يا ابو هذه مره كنت طلعت انا بس الاداره المايك المايك ترى مايك يبي الاحجار سالفه ابو هادي قبل 8 سنين حولها كنت جاي من الرياض ومعي واحد من العيال نزلته في ابجديه ما ادري تعرفونها ولا فيه ضلعني قال له خنوقه خنوقه؟ ايه ما اشتهر ما اشتري يقولون فيها فيها من الدبك قومه وقعده مو بالنسبه اصلا ما شاء الله المهم مالي من الشيطان طاري على ايام الببي الله الله معي فورد فاكتوريا ورده المهم حتى مطفي المسجل اتوقع على الساعه 9 9 ونص صبح ايه اخر اخر الشهر اتوقع المهم وانا ماشي طقطق اطقطق في الجوال ماني والله ماني مسرع ابو 80 80 وطقطق جوالي الا عكس علي نور عليهم عينت للوحه لوحه نورها عاكس علي اول ما عكست هو يقرصني قلبي فيه واحد على يميني اقسم بالله ما كذبت عليه ايه يوم نظرت له سوادا في سواد هو ينخرش قلبي دقيقه اقول لا والله العظيم دقيقه اقول لا ما جنبي احد ثم اعطيته طرف البصر لا الشيء هذا يقرب وكل شوي وانا اعطيه طرف بصري اقسم بالله يا عيال لا احس به جالس على ركبتي حلو اقسم بالله ان وجهي على القزازه القزاز اقسم بالله ان يسوق كذا من حشر الى الان ما انخرشت الى الان اموري طيبه الحين ما انخرشت الى الان اموري طيبه كويسه بس ويش السيارات المشكله وش خبر الخط الابيض اللي يجي في نص الخط ما اقدر اوزن الموتر خذها مني هناك ما مايل الراسي الخط رايح جاي سيد واحد هو يسري لي ابي اقسم بالله هي يمكن 25 دقيقه كانها ثلاث ايام على قلبي والله تعوذ بابليس طيب تعوذت قريت ما راح ضيعت اختبصت 25 دقيقه ما انت قايل اقسم بالله ان كذا وجهي لاصق وجهي لاصق الناس وتعيد رايح فيها المهم دقيقه عيال اي مراية ثاني ما اشوف مراية ثاني انا بعرف عيني قدام نايف انا بعرف حاجه انت من يوم على الخط وانت قايل كذا من اول ما احس اقسم بالله اني كذا محشور وعادي عندك الوضع كذا سوق عادي عندك اي عادي يجيك العلم كم ابي لي بس ديره فيها انوار انا صعبه اني اناظر فيه في ظلام هذه اكبر خطا اللي يسويها عايم فيه في ظلام وسيده سيده 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 ابد 25 دقيقه لاني في ديره سيدين انوار هنا تجريت ما عندي مشكله ما عيني يمين عيني يسار ما في شيء اليوم عينت لاخر السيدين اقسم بالله العظيم ما كذبت عليكم اخر السيدين في واحد يوم جيت اخر السيدين الا واحد هذا كبره اقسم بالله يا عيال ما كذبت عليكم هذا كبره لحيه شماغ من يذكر شماغ البرتقاليه حقت الشياب الاول عارفها البرتقاليه مرزام برتقالي مرزام واحد من العيال اذكره ها برتقالي فاتح مرزام لحيه هذا كبره لابس ثوب ابيض تعرفون الابتسامه اللي تذكرون طاش مطاش قد مثلوا تمثيل تعرفون حركه يدهم اقسم بالله العظيم انها نفسها خبر حركه اليد اللي يقول كذا شلون قد شافوه الوسخي من الله يوفقه تونا طيب المغرب تونا اذا جينا نص الليل وش بتسوي؟ المهم لا هو يناظر فيني قد نبغى اسوي ابي افا افا ايوه خرجت وانا عايم فيه له تعرف اللي يبتسم ويشر لي زي هي حركه زي اللي يقول تراني نزلت وقف خلني اركب معك نفس كذا فهمت طقطقه اسلم هنا يوم شفته اقسم بالله تنفضت اللي هو لا ما علي بس هالحين خلاص اتش دي ها هذا كبره مواصفات لحيه سوداء قصير
سنونه بيضاء جني مركب هودي ابيض ابتسامه مسعود شحبول والله العظيم جني مركب اليود جني مركب اليود والله ان كنا صدق صدق بيضة جني زاحف وكاوي مرزان فاضي يا ولد ايه مرزان الرجال المهم وين الحاش فجرت بطل الموتر رجلي ما هو على لابانس رجلي تدلى في حقتها حول الماكينه ما ها في الماكينه في طرمبه البنزين والله العظيم فتاكي حق البنزين وانا افجر البقرات اللي كانت في دير هذيك مسكره اللي تعديتها تعديت حلو وانا اروح قلبك كان قارصك قارصني ايش يوم شفته شكيت في الواقع انا قارصني من اول ما شفت اللوحه وانا مالي من الشيطان طاري نهائيا اسلم يا ابو المهم واروح واخذ الفره قلت يا ولد خلني بروح اثبتها الحين هل هو صدق ولا لا الى الان انا ما لا لازم ما تدري رحت ورجعت لازم وانا اروح وارجع قال يوم رجعت للبقالات شغاله ودي من اول ما في السيدين كل شيء شغال جاوك 10 ما جاك واحد ها ما جاء شيء ما لقيته ما لقيته انت صوت البقال مقفله ورجعت على طول رحت البقال مقفله صح فديره طلعت منها اخذت يمكن 5 كيلو لا اقل من 5 كيلو ديور 3 كيلو ودورت قلت بشوف صدق ولا لا ولقيتها مفتوحه لقيتها بقالات مفتوحه هو ما لقيته هو ما لقيته طرها عاد السوالف علمني يوم جاء حسيت يا عيال ترى اللي من اللي يجي من اللي يجي اذا جاء في مكان ظلام ولا شيء ولا تحس انه بابارد جسمه يقول ايه قشعريره ترى الجني وراك الله يخرم علي نذر يا جسمي من الصبح انا وياك اذا قال جسمك كذا لا في لا لا دقيقة في ناس يهيئون نفسهم للشغلة هذه ترى لا امزح لا لا بس الواحد اذا اختلع ولا جاء في مكان غدر ولا شيء تامر تدري متى تتاكد انها صدق اجيك يا اذا ما كان مالك من الشيطان طايري ما يباك حتى الجن ما يباك قشعر جسمك ما اتوقع يا ولد انا كل ما اذا قدي برقد لا عاد هذه كهرب كهرب شوفوا ما هو بارت الظهر كهرب الصبح بيك في موضوع بس بعدين ما يسمع ما يسمح لي اقول يا عيال خلاص ترى مع ما توقعون توقعون حسين بيظهر بكره اطفوا اطفوا ذكرهم اطفوا ذكرهم لا اله الا الله خلنا نعلمكم اللي بيطلع بكره اذكر والله هذيك اللي قلتها لي اذكر والله هذه السالفه في 40 سكريبت اقولها اذكر والله